جرائم قتل الأطفال مرة أخرى. إنها شيماء، الفتاة البريئة التي تم العثور عليها صبيحة اليوم محروقة داخل محطة الوقود المهجورة في مدينة التانية ولاية بومرداس. اغتصبها وحرقها دون رحمة، ولا يعذب بالنار إلا خالقها. طفلة في عمر الزهور تحرق بكل وحشية من طرف مجرم مسبوق قضائيا حسب ما تداولته الأنباء. أبا هريرة سمي كذلك لأنه كان يطعم هرة ويحرس على حياتها. وفي زماننا هذا بعض الذئاب البشرية يقتلون أطفالا في عمر الزهور دون أي رحمة ولا شفقة. من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة فأمره عظيم أمام الله، فما بالك من اغتصب براءة وحرمها حق الحياة وحطم قلب والديها. حسبنا الله ونعم الوكيل، صرنا نسمع إلا ما نكره.